باركولي باركولي باركولي. الله أكبر، السيارة الجديدة جبناها، السيارة الجديدة اشتريناها، السيارة الجديدة أكيد تحتها. تسمع صوتكم. مبروك يا غريب، مبروك. مبروك عليك عاد ندوك. الله إن شاء الله يعطيك خيرها ويكفك شرها. اسمعني عاد، شو خذيت، فور ويل ولا كوبي؟ كوبي، وشو تفرق يا ثبابة، كوبي ولا فور ويل؟ والله الصراحة تفرق وايد، لأني أنا باب واحد مو ما داني أركبها. الله يهداك نتراس، وأنا بعد إذا عندي بس أسعارين البر ولا بتودينا مكان، دلالي وين أحطهن؟ أنا مش شال هم دلالك، أنا باخذ السيارة عشان دلالك أنتي. اطمني، شاري همر همر موتر حمر. ادوكم ادوكم موتر همر. تشتريت شنو؟ همر همر. زين غريب الله يهداك، هذه سيارة وايد عود، ايش كبرها بلية؟ ما علي، هذه انا قاصد اشتري هالسيارة هاي، لان انا بصراحة متأذي من هالزحمة، وبس مو من الزحمة هاي بس، الا هايلة اللي ياخذون بتوين هايلة. انا بس ابغي واحد يتحرش فيني، ابغي يمين يسار اكفقهم تكفيق، خل بس واحد يطوف قدامي يسوي بتوين، لا ارفس رفسه. بعدين الزحمة زيادة، عندي هذا العود هذا، اصعد على الرصيف اقبض الدرب يسار يمين يسار واصل. ايش حقك هذه السيارة العود هاي؟ عشان هم يصدقون اني انا اسوي كذي وانا حليلي. الو، انا عطية. اي نعم سيارتي. الله يبارك فيك. شو سيارة جديدة؟ زي خلاص خلاص جاي. اوكي جاي، قلت لك خلاص. بصير اشل السيارة، يقول لي مسكر على واحد. يلا يلا يا غريب، يلا يا غريب، الرجل بقال وقي ساعة مستنيك، وبعدين ده مواطن مواطن. ايش قاعد تصرخ؟ ايش قاعد تصرخ علي؟ يلا يلا يلا، ايش قاعد تصرخ؟ ترى انا لازم احترمتكم ونزلت، صار لي خمس دقائق بس، ليش تصرخ علي يا اخي؟ يعني هو اللي مستعجل، هو اللي مستعجل، وبعدين بقول لك ده مواطن مواطن. شو مواطن مواطن؟ شوف لي قدامك بنقالي، ترى انا بعد مواطن، ذبحتني يا اخي، بشل سيارتي اعوذ بالله. مش قلت لك 100 مرة ما تنزلش الزبالة في المصعد، نزلها في واهة الزبالة. يعني عطية فاكرين اني ما فكرت فيها؟ انا فكرت فيها، لك كيس كبير يا اخوي ما بخش بالفتحة. يا اخوي كبير قسمه على كيسين. يقول لك كيس واخسر كيسين ليه يا اخوي؟ انا حمار عندك ولا شو؟ حمار؟ لا انا ما قلتش حمار ولا حاجة، بس انت عارف الزبالة ديت توسخ المصعد، ده غير الروائح الكريمة اللي انت بتخليها في المصعد. يقول لي روائح برضو؟ انا جايب لك زبالة بتاعت حمام، انا جايب لك زبالة كلها ورق وكلها اكل البيت، وبعدين يا اخوي انت تقرب الواحد في زبالته. يا اخوي احبها، احب زبالتك، خدها بالحضن، بوسها، اقعد طول الليل لعبها. اعوذ بالله من الشيطان، هذا اللي يقول سارت تحطم وقيضت. ويدي وين ريلج؟ ضربتنا الهكة، متنا من الجوع. والله ايش دراني يدو، انا الحين من ثلث ساعة ريا. ايه ليش تغدون عني؟ يعني مو تغربي لي، تغربي لي عيب يا امي، تريا ابوك لي ماي. امي ابوي شفناه تحت يحط بسيارته الجديدة ويدور له باركنج الفقير، قال اول ما حد بيطلع ببركن مكانه، فانتوا برايكم تغدوا غرفينا؟ ماذا؟ ابوي غرفي عيا انجبي. ها ها ها، خير خير، لقيت موقف ان شاء الله. اي موقف؟ اي موقف واي بطيخ؟ انا يعني الساعة ونص ادورني على باركنج ومحصل. يا اخي متى نفتك من ازمة المواقف هذه؟ ما بلازم كل واحد يشتري سيارة يا اخي في البلاد، اعوذ بالله. تصدق افتر، انا افتر ادور موقف، ادور باركنج، الى ما حصل باركنج مكتوب عليه بعد محجوز، وكان اندعس داخل. نعم المواقف يا اخوي مرض، يجيب انتفاخ في الرئة، تليف في الكبد، يوع في المعدة، شرطة من الصباح، صداع في الرأس، مخالفة على الريج. ما انت سي غريب برضو غلطان، انت رايح تشتري سيارة كبيرة قد عربيات الناقل. لا ما كنت اشتريت عربية صغيرة كوبيه كان ممكن تزنقها في اي حتة. حتى تعلمني انا شو اشتري شو ما اشتري؟ انا ازنقها في اي حتة؟ انا كيفي، هاي سيارة العودة ابغى ازنقها في اي حتة. ايه رايك بقى؟ أنا بزنق عربيتي الكبيرة عند عربية النقل في أي حتة. اسمعني عاد، أنا ترى شفت موقف مكتوب عليه محجوز، إي
انا بصراحه وقفت في هذا الباركينج المحجوز، لكن طلعت سكرتي وحطيت رقم تليفوني على البونيت، فاذا اي واحد يا اتصلوا فيه تليفون بنزل لكم. لا تسووا لي قرقعه، لا تسووا لي ها وتقفلونا من تحت. سيارتي جديده. جديده جديده، انا عارف انها جديده، هو اول واحد يشتري سياره جديده. ما شاء الله على سيارتك ابوي، مثل الوحش الكاسر. اضربيها بعين، اضربيها بعين، كل مره واحده بعد اليوم اسوي حادث وانجلب. غريب، امتى بنزورها بنركب فيها؟ شو بنزورها؟ مريضه هي، بنزورها سياره، انا شاري سياره مو متحف. الحين صدق السياره هذه تسبح في الماي؟ ايش بلاكم انتم شايفين خير؟ احنا مو اول مره تسمعون عن حمار، انتم عائله اماراتيه انتم؟ شو شاري بطانه تسبح في الماي؟ ايش دراني عيل، هاي ميره هي اللي قصت علي وقالت لي كذا. لا امي انا مو قصه عليك، صدق انا قاريه عن هاي السياره انها برمائيه. حتى لو برمائيه انا مو تتسبح؟ ها 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 شو؟ الا كان ابوكم جيمس بوند. انت لو ما اخذ لك ستيشن شروات العرب كان خير لك، لكان عافانا الله انت معذور وتحب تخالف الناس. قيفي بيزاتي حلالي اشتري السيارة اللي انا ابغيها، ان شاء الله اخذ لي جيتي واصيح ويلات واسوي اخمس اخمس. كيف ابويا سيري بطل الباب؟ سيري بطل الباب بس لا تطلعي راسك برا من ورا الباب ان شاء الله. اقول لك انت امنت على السيارة؟ تلاشنا ويا التأمين وما شركات التأمين، اغلى عن بيع السوق والله. منو؟ السلام عليكم، ايش حالك؟ بخير الله يعافيك. ابوك هني ها؟ هي بس لحظة ابويا، هذا سبران. سبران؟ تفضل تفضل يا نسيب، اقرب اقرب. حياك سبران. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حالك يا مريم؟ بخير يقلك الخير. قبضي، سيري حطي لي قهوة وتمر، تراني متصوع وراسي يعورني. يعني متصوع؟ أنا وبعدني راع العارية ما تعرفين متصوع؟ يعني راسي عورني وابقى مخمخ وعدل كيفي بقهوه. شيل قهوه بسرعه بسرعه، متصوع ريدت روحي. وش حالكم شمسيت؟ وش حالك يا ضبابه؟ الله يمسيك بالخير والعافيه. عيال وين سحنت اللبن؟ ما جبت لبن. وين جبت لبن؟ انا ما جيت هالعزبه مره، جيتكم شي دهني. اسمح لنا عاد يا سمران، انا جالس اتغدى، تفضل اقرب وياي غداي. هني وعافيه هني وعافيه، بالبركه. تقول لي مريم ما اخذ موتر جديد؟ الحمد لله نعم، اخذت لي موتر جديد. تدري سيارتي القديمه اتكنسلت يا سبران؟ عاد تدري يا سبران شو السياره اللي ماخذنها؟ ما بسياره عائليه، سياره قنص. اوه هذه تصلح لي انا، ايش تبغى انت؟ وشو ماخذ؟ همر سبران، ما شفتها قدام العماره؟ انا وبعدني يكون الهمر اللي قدام الباب. هي عيال ببشرك، الشرطه توهم شالينها بونج، قاصينها وشالينها. شو الشرطة شالينا بونج؟ ايش حقه؟ شو ايش حقه؟ تراك واجف موقف، والموقف هذا ظني حد انه مجرنا. وابوي وابوي. شوف عتيه، انا الحمد لله مرتاح ومفتك، لا مخالفات لا رادار لا كسر اشاره ولا بلاوي، تمام الحمد لله. اركب مواصلات واركب الباص والتاكسي مفتك، حتى مسكين شرط المرور ابغي اشوفه اسلم عليه في الشارع وامشي. يس ايوه ايوه ايوه، عشان كده غني وعندك فلوس على قلبك قد كده. وعندك محل للذهب ده، انت يا عباس طلعت حويط ومدكن. بقول لك ايه، اوعى تكون بخيل يا عباس. عتيه عتيه فهمني، مو بخيل، هذا يسمونه حرص، يسمونه اقتصاد، تنظيم اقتصاد. انت مو سمعت الشاعر شو يقول؟ الشاعر شو يقول؟ وابغز ما يكون غني بخيل، يغص وماءه ملء زقاقي. يا سلام. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. السلام عليكم. ملء زقاقي؟ شو ملء زقاقي؟ وبعدين انت تعال يا اخي، ايش حقه ما تقول لي ان سعيد هو اللي متصل في الشرطة وماخذين سيارتي؟ انا
انا ايش عرفني يا ابو احمد؟ انا ايش عرفني؟ هو سعيد شاف العربيه بتاعته واقفه في الموقف، على طول طلع تليفونه درر درر درر. يا ونش يا ونش تعال يا ونش. جه الونش وشال السياره. ابو احمد شو السالفه؟ وينش ما وينش السالفه؟ اخوي سيارتي يا لسحوط، ادور لي على باركنج ما حصلت، تعبت عيست، شفت لي باركنج موجود ما في احد، لا سياره ولا شيء، ما اعرف باركنج، وقفت سيارتي يعني شويه اسير اريح شوي وانزل، ترى هذا الباركنج طلع باركنج سعيد راعي البنايه، يقوم يصير يشتكي علي ويبون الونش وشلون الونش ويغرموني 750 درهم. انا قايل لك يا النسيب هذيل حاسدينك، وانت بعدين من خدت الموتى طول ما مترقع فيه يا غريب. يعني وفتك ولين وينو؟ همر؟ همر منو؟ همر منو؟ انا قاعد اتمر نفسه. همر همر صاحبنا محمد الهمر ولد عم حسن النساي. محمد الهمر امشي امشي. الله يعطيه. الله الو الهمر، هاتيه الهمر يوم ينزل الملعب وتسمع الصفاره يقول ويو اقوال 1 2 3 5 دقايق خلص مباراه. يا سلام. ابوي بتخبرك، سيارتك الحين وين وقفتها؟ وين وقفتها بعد؟ شفت سياره سبراج، كان وقف ورا سياره سبراج. شافوك الشرطه بيسووا لك مخالفه؟ انت تصدق يا نسيب لو يسووا لكم هذيل هالبنايات اللفت العود هذا اللي يحذرون فيه الموتر ويودونه فوق البنايه كان خياركم، بتفتكون من الزحمه. لفت نركب فيها مواترنا ونوديهم فوق السطح، يعني نخلي سياراتنا. هي نعم، هذا انا شايفينه في الصيد. في الصيد نشيل عنب وسيايرنا باللفت نوديهم فوق السطح. ايه ابوي سيري ابوي سيري سيري، هاتي شيء حق ريلك ياكله، هاتي له دلة قهوة ولا تمر ولا شيء، ظني متصوع. ايه ترى ذياع يتخبر ريلك اشوفه. تبغى تاكل فالودة؟ خوش شمرة العارية، شو هذا فالودة بعد؟ هذا بلالي طيراني وياها ايس كريم. ايه زين غاوي، بحطي لي بيضة فوقه. بيض؟ بيض فوق الفالودة؟ انت تعرف شو الفالودة؟ انت تعرف شو الأكلة هذه نسيب سبران؟ تعرف شو هاي الأكلة عشان تحط فوقها بيض؟ علمك تبغي تاكل ايس كريم بيض؟ بيض فوق الايس كريم وين استوت هاي؟ وانت بلالي طيراني ويا شوية ايس كريم، شو وين يعرف هذا بلالي طيراني ولا فالودة ولا غير؟ قولي لي يبلك خبيصة بثيثة خبز محلة خبز خمير، سوي لك قرص خبز ويا اللبن، شو ترى هذا فالودة؟ فضحتونا. قومي قومي خليتي هزبنا، قومي صدق انت ما تصحيت سكريم زين يا كنت الثاني بعد يبع القلابي ياكي معاه وابويك ما بيك عيا تعال جبت لي وصيتك عليه وابوي هذا جاي بنه الفرو الطيب يرنه ب 1724 درهم نعم شارنه انت غالي علي بعد يلا ابوي قرقش مخباك يلا هيا شو قرقش هذا ما سبران وش تسوي هنا انت شو اسوي بعد الكل تخبرني شو تسوي وشو تسوي شو بسوي بعد تراني جالس هنا عند النسيب اللي تخبرك سمعك تقول لا فرو زينه هاي كان بتعطينا اياها نشل القلص الدفابه شو لفرو ما لفرو فرو وانت كل شيء تبغى حق القرص حتى سيارتي الهمر تبغى تاخذها القرص عمي الهمر اللي واقف برا مالك انت وش ما باركت لي ابارك فيه وابويا الهمر هذا وانا طايف شفته مدعوم ما ادري منو لكنه همر اسود هي نعم هو كما هاي الاسود اسود نعم مدعوم مدعوم مشلوخ نعم وابوي الحق زبران سراج سراج يا اخوي تعرف تسوق الهمر بارك الله فيك ليش والده ما ادري والله بس انا تعبت يا اخوي يا سراج جالس الف ادور على باركنج ادور على باركنج مو محصل قلت بعطيك انا السياره تلف شويه مكاني وتحصل لك باركنج وتوقف تساعدني بس كذا ايوه بعرف اسوق وبعرف اسوق الغنم سوق الغنم وش دخل الغنم في الهمر انا اوريك اول حاجه ساعه انا كنت صغير انا كنت راعي غنم وانت عارف الواحد صعب كيف يتحكم في بهيمه واحده ماشيه شرق وواحده ماشيه غرب لكن انا كنت اسد متحكم في البهايم كلين ولا واحده ما تقدر تمشي كده ولا كده فانت ربطت سواقه الهمر في رعي الغنم بصعوبتها ايوه تصدق انا اللي ما عندي سالفه يا رزق سولف وياك تصدق
انا 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 واحد استاهل مو بكف بكسات على وين شل خمام كبير سبارك فيك انت تواقع عند ابو حمد قم قم روح 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 ازيك يا زول؟ السلام عليكم ورحمة الله. اهلا اهلا يا دكتور. ازيك يا صغير؟ الحمد لله. وحشني يا حبيبي. الحمد لله. مبروك اشتريت عربية جيش، ها؟ ربنا يكفيك خيرها ويديك شرها ان شاء الله. يكفيك شرها ويديك خيرها. ربنا يسهل لك الامور يا رب. ان شاء الله يسهل لي الامور، بس اي امور اللي تتسهل يا دكتور، اي امور. اذا اول يوم حاجزينها، ثاني يوم شاحفينها، ثالث يوم مخالفة عليها، هاي حالتي أنا. يا ساتر يا رب، الحمد لله الحمد لله أني ماليش عين فيها ولا بصت لها أبدا. ربنا يسهل لك يا رب، أصلا أنا بخاف من العربيات الكبيرة دي أوي، خد بالك يا سيدي. حصل خير، أنا ما بعرف وين أوقف السيارة، تعبت أدور 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 لي باركينج مو بعصر. شو الحل يا دكتور؟ هي دي شغلانة يا غريب، هي دي شغلانة، حطها على أي رصيف. أصل العربيات الكبيرة اللي زي دي ممكن تحطها في أي حتة. اي تبغيني اخذ مخالفات بعد فوق اللي انا عندي مخالفات؟ ايه سامحني. مرحبا بك. سامحني يا اخوي غريب، ما ادري طول عمرك ان هذا موترك، ها؟ ولا كان واصل تبلغ ترى على الونش. الله يهدينا ويهديك، بس الله يهدينا ويهديك. عاد على الاقل تاكد قبل، عندك ناطور اساله سيارتك منو هاي؟ يمكن سياره حد ساكن في بنايتك يا اخوي، تشل عمرك مره واحده وتصير الشرطه تشتكي ولا تجيب الونش، ما بزين عليك يا اخوي. من العصبيه يا اخوي، هنا عم العصبيه. نعم يا اخوي، قلت منو هذا الكلب اللي ماخذ موقف سيارته؟ هنا عم ولا ما ستبلغت عنه؟ يا غريب يا غريب، احنا نخلص من حسن يطلع لنا سعيد؟ معقوله ده احنا ابتلشنا يا راجل. شو السالفه يا ريال؟ ما بلازم تقول لنا كل كلمه قلتها هناك، قلت كلب هناك لا تقول هني، احفظي يا اخي. شو ابتلشنا وياكم بلش؟ عشان كذي يا اخوي غريب انا بعوضك. لحظه، وين راح انا؟ ها خذ يوط عمرك، هذه ألف عن مخاسيركم خلفتك. هنعم يا ابوي ما وصلت لهالحالة، مشكور ما قصرت. يا غريب يود يود، خذ الألف أحسن من عين وديها لأي حد كده غلبان عشان يبعد العين والحسد عنك. يود يود يا ريال، فشل بيزاتك ما نبال. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. يا الله يا كريم، حصل خير حصل خير. أيوة حصل خير. أنت ليش واقف هنا؟ ليش عرفت؟ أنت واقف يا ليش تسوي؟ لقيتك واقفين وقفت أنا مالي أنا. سر روح 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 هناك، البس الروب الأحمر وكشخ ويمكن أيك. روح روح. ليه هنطلع نطلع برا ولا ايه؟ لا 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 لا، حتنام انت. روح روح. طيب سلام عليكم. السلام ورحمه الله. روح. عاد يا اخوي غريب، انا تراني متلوم فيك. هين عن ما دريت ان هذا موترك الجديد. اي والله موتر الجديد، لكن شو تقول عاد؟ يلا حصل خير حصل خير، الحمد لله على كل حال. بعوضك طول عمرك اخوي غريب، انا ابغيك تاخذ موقفي. هين عن موقفي الخاص. هين عن تحيد انت ترى في اليوم نص ساعه ساعه. اي انا ما احتاج له، ما تحتاج. والله جزاك الله خير، جزاك الله خير، والله انك نشمي خشمك خشمك. جزاك الله خير وما قصرت والله. تصدق فكيتني من العباله، تصدق فكيتني من اللفه والحواطه ودور باركين. جزاك الله خير. اف عليك كف عليك يا اخوي حسيب. يا اخوي كمل معروفك. غريب ما نبغي موقف كونه. صدق عباس ان هذا سعيد اخو حسن راعي البنايه يا اخي، طلع شهم ترى، طلع ريال والنعم فيه، طلع ريال صاحب موقف مثل ولدي محمود. ولدي محمود شهم وصاحب موقف بعد. اسمح لي عباس، ولدك ما صاحب موقف لانه ما عنده موقف سياره. ما حلوه عمي، ما حلوه. وايد حلوه وايد حلوه يا بتنقد كنا المدري اللي حاطينه تحت هاي النتفه. ابو احمد، سؤال يطرح نفسه على طاولة البحث، يعني ليش هو سعيد عطاك الموقف مالي مال سيارته مالي؟ ليش عطاك؟ والله سؤال وجيه وجيه جدا، بس يعني يمكن لانه يحبني. كيف يحبك يعني؟ كيف يحبك؟ فسر اشوف. شو بعد افسر؟ كيف يحبك؟ ريال يحبني، اعطني موقف مال السيارة. تحسدني انت يا عباس. قم بي قم قم افتح. كم ايش معنى الحين كمكي كله؟ والله ما حدك، والله ما حدك. كم الحين شوف لابسته وترى سويت هداد بيبان الا وياي انت بعد. هلا تصدق تقولك كنا نطريك. وش حالك يا سمعه؟ يمعة يمعة، اقول لك انت خبيل. وش دش على صن الكف على وين دش. مرحبا مرحبا. سلام عليكم. مرحبا مرحبا. عليكم السلام يا هلا غريب. يا هلا مرحبا سعيد. ميلس ميلس خلى السلام ميلس، بس كم مره بسلم بعد؟ والله يا ريال. اهلا وسهلا.
حيا الله من يانا يا مرحبا سعيد. يلا شو اخوي تشرب؟ وعمرك طويل يا عمي، صراحة ابغي اشرب عصير شربات. شربات؟ شحال يا اخوي مبحلق عيونك؟ شربات عصير؟ شو عصير شربات؟ ها قصدك شربة فمتو؟ لا 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 ابو احمد، لا قصدي الروح عفزة. روح؟ روح روح عفزة. وين اروح انت الثاني؟ اروح وين يا اخوي؟ شو تبغي تشرب؟ خلصنا منه هذا. انا الصراحه يا عمي ابغي اشرب عصير الفرح. وازع فرح؟ وازع شاك حجك الفرح وازع بعد. قلبي هاس هاس السادس كان ياكلني اكل. ابو احمد عصير فرح؟ ها اتى بابا اتى روح افزه ريال شطوله عرزه شلب هالكبر تقول سكان سيكل. اتى روح افزه انا هاس بابا انا صاير. ها هذا الاجتماع مبين وراء بلوى. عباس فضحتني. عباس في امان الله ابو احمد. عباس في امان الله. عباس روح عصير تهنى فيه. ها تطرز عليه تقول الشرب. مع السلامه. استغفر الله العظيم. استغفر. وش بلاه عبيس طفران؟ عبيس عبيس بعد يا سعيد. عبيس طفران شو تسوي؟ هذا دوما طفران يا اخوك. ما عليه ما عليه يا اخوي سعيد، الحين ان شاء الله ترانا بنذبح وبنسوي هيك العزيمه الطيبه، وتكون انت ان شاء الله اول مدعوين حق هاي العزيمه عشان السياره الجديده. لا لا العصير هب عشان موضوع السياره. طال عمرك يا عمي، هو عصير الفرح يعني ابغى املك. بان المستخبي. يعني انت عينه عشان عطيتني موقف السيارة ما انا كنت جاي تخطب بنتي؟ هذا تفكير شيطاني. فعليك فعليك. لا بس طبها طبها من السالفة طبها. هاي عمي حشبوك كليت وميكل احرجيت الريال هاكود قطع ويهو. انا كليته كيك ميكل احرجيته والله. نعم شوفوا سعيد انت انحرجت ابوي؟ هي والله انا شفت ريجي بس ما ابغي ازعلك عمي. يا اخوي يا سعيد شو اقول لك؟ انا الحقيقه يعني انت والنعم فيك ريان والنعم فيك، لكن محمود ولد عباس ايران هذيل طالبين البنت قبلك، وانا يعني صراحه كنت اعطيتهم موافقه يعني ف والله ما ادري ايش اقول لك. اشو محمود ما محمود؟ لا يعني يا عمي انا عندي عماره وهو ما عنده عماره. لا 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 يا ولدي لا، ما بكل شيء البيزات طال عمرك. عمي انت دبراي مع القلابي؟ لا سوى بينهم مبارزه وخلهم يتدافنوا وقبض كل واحد سيف، واللي يفوز يتزوج بنتك. شو رايك؟